أذكار النادي الأهلي زي كل يوم وزي ما كل دايما بنتكلم مع حضراتكم لحظة بلحظة. فاروق صلاح زميلنا العزيز من النمسا يطمننا أولا على كابتن خطيب، ثانيا على كل أمور الفريق. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني لقاء معتاد دايما يا كابتن اسلام من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي، يعني بنحط الجماهير في الاحداث هنا في النمسا، طمنهم طبعا على احوال الفريق، يعني الامور الخاصه بمعسكر اعداد النادي الاهلي. يعني خلاص المعسكر بيقترب من الختام، والمباراه الوديه غدا بمشيئه الله تكون ختام طبعا لمعسكر النادي الاهلي ان شاء الله، معسكر يكون مردوده على اللاعبين وعلى الجمهور ان شاء الله، بدءا من مباراه السوبر باذن الله، وتكون اولى بطولات النادي الاهلي اللي يتوج بها هذا الموسم باذن الله. طيب في البدايه طمنا على كابتن خطيب. يعني زي ما حضرتك تابعته، كلنا تابعنا طبعا الحاله الصحيه للكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيتحمل على نفسه. يعني الكابتن الخطيب يعني بيحب يطمن على كل الامور كل التفاصيل، يعني الامر ده يعني بيرهق الكابتن، يعني في كل الاحوال بيتابع كل التفاصيل الخاصة، عايز يطمن على الفريق، عايز يطمن على الجهاز الفني، بيقعد في جلسات مع بعض اللاعبين، جلسات مع المستر كولر، مع الكابتن خالد بيبو، كابتن بيبو او الكابتن خطيب، يعني ربنا يحفظه يا رب، ربنا يبارك في عمره. الصورة كابتن اسلام دايما لما بتشوف ملامح وجه الكابتن الخطيب ده مسؤول عن اسعاد ملايين من جماهير النادي الاهلي، حمل انك تكون مرتبط على راس منظومه زي منظومه النادي الاهلي ليها حمل كبير جدا وليها مسؤوليات. ربنا يعين الكابتن محمود الخطيب، يعني كتير من الجماهير النهارده بتدعي له، يعني ربنا يشفيه يا رب ويعني ويبارك في عمره. طيب انت بس عشان ما نروحش يعني في اماكن كثيره والناس تفكر في اماكن اخرى، عايز برضو تقول لي النهارده كابتن خطيب كان متواجد وسط البعثه، نزل الغداء، نزل العشاء، الامور بشكل عام يعني في يعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك، يعني في جلسه بينه وبين الكابتن خالد بيبو طبعا كان موجود طبعا على مدار اليوم زي ما قلت لحضرتك، بيبقى بيعقد جلسات مع اللاعبين مع الجهاز الفني مع الكابتن خالد بيبو، طبعا موجود في كافه يعني الاوقات اليوم او يعني الفقرات اليوم، موجود معانا في وجبه الافطار، في الغداء، في العشاء. يعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك في جلسه بينه وبين الكابتن خالد بيبو، خلاص الكابتن يعني الكابتن الخطيب بيتوجه ليه وغرفته، وطبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام يعني بعد انتهاء طبعا المباراه والمعسكر طبعا هيتجه الى فرنسا لاستكمال علاجه اللي نتمنى له الشفاء باذن الله يا رب ان شاء الله. اذا الكابتن خطيب زي ما قلت لحضراتكم زي الفل، ما تقلقوش من حاجه، كل الامور جيده من خلال قناتكم قناه النادي الاهلي اللي بتبقى حريصه دايما ان احنا نشرح لحضراتكم كل شيء وبالتفصيل، خصوصا تمس نجم كبير واسطوره كبيره جدا في عالم كرة القدم، النجم الكبير ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. تطمنوا وإن شاء الله بكرة نجيب لحضراتكم كل اللقطات الخاصة بكابتن محمود الخطيب مع زميلنا فاروق صلاح اللي هيبقى متواجد مع حضراتكم طول النهار. خلينا ننتقل إلى الفريق يا 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 فاروق، وطمنا على أحوال الفريق وإيه اللي حصل النهاردة والتمرينة والأمور وبكرة إيه اللي هيحصل وهكذا. وأنا عرفت كمان إنه يعني خلاص لأن كابتن إسلام طبعًا مستر كولر رفض إذاعة المباراة. بالفعل يا كابتن اسلام مستر كولر رفض إذاعة المباراة، وخليني اقول ان مستر كولر طبعا في بعض الامور الفنية اللي هو يعني عايز يطبق جزء منها في المباراة غدا بمشيئة بالظبط يا كابتن اسلام. انت عارف احنا دورنا احنا جاهزين في اي وقت، سواء احنا او يعني الكرو الخاص بإدارة اعلام النادي الاهلي ومنصات النادي الاهلي، احنا جاهزين لاي حدث، يعني الحمد لله نقدر نغطيه بالشكل الكافي، ولكن احنا دايما بيبقى هدفنا هو خدمة النادي الاهلي. احنا دورنا ان احنا نساعد الجهاز الفني، احنا جزء من المنظومه جاي نساعد اللاعبين، نساعد الحفاظ على يعني الامور السريه او الامور الخاصه بالفريق، لان هو ده جزء طبعا من عملنا وجزء من حبنا وانتمائنا للنادي الاهلي، لان احنا لازم نحافظ على هذا الامر واكيد لازم نساعد في هذا الامر، وعلينا طبعا الجميع تقبل هذا الامر. مستر كولر طبعا انت عارف يعني هو في بعض الامور الفنيه عايز يجربها في المباراه، نظرا اللي فيه غيابات كتير جدا طبعا النادي الاهلي بيفتقد ل 10 لاعبين، كان يتمنى طبعا مستر كولر يكون في
القوام الاساسي للفريق، لكن هو فضل عشان برضو ما يبقاش فيه ضغوط شويه كمان ايضا على بعض اللاعبين الجدد، خصوصا ان دي هتبقى اول مباراه بالنسبه لهم امام الجمهور حتى ولو كانت مباراه وديه. فيعني الامر ده بالنسبه لمستر كولر ارتقى ان هو يكون المباراه يعني بدون تصوير بدون اذاعه، ولكن طبعا هيبقى في جزء بقى الفني الخاص بمستر كولر، يعني المحلل الاداء او تخصيص بعض الامور الخاصه بمستر كولر طبعا لهذه المباراه. الفريق طبعا النهارده كابتن اسلام كان ادى يعني التدريب المسائي او اللي هو التراي ماتش استعدادا لهذه المواجهه وهذه المباراه. 10 لاعبين طبعا غادروا معسكر النادي الاهلي، كان بالامس زي ما استعرضنا مع حضرتك مغادره بيرسيتاو، واليوم رباعي المنتخب المصري محمد الشناوي، محمد هاني، مروان عطيه، ومحمد عبد المنعم، وثلاثي المنتخب الاولمبي احمد نبيل كوكا وحمزه علاء وايضا رأفت خليل، ثم طبعا اليو ديانج وعلي معلول. يعني التدريب انطلق يعني بتفتقد ل10 لاعبين. مستر كولر النهارده بيجرب بعض اللاعبين في بعض المراكز وبعض الاماكن. النهارده طبعا مشاركه بالكامل من اكرم توفيق، من كريم فؤاد، من امام عاشور، يعني التلات اللاعبين اللي بنقول عودتهم طيب طبعا. معلش مره هنا انا هقطعك هنا يا فاروق، كريم نيدفيد انا هقطعك هنا يا فاروق، اذا خلاص اكرم توفيق وكريم فؤاد تحديدا الاثنين دول، لان بقى لهم فتره طويله جدا، النهارده عملوا تمرينه كامله. اذا خلاص يعني احنا دلوقتي الحمد لله والشكر لله ما بقاش عندنا حد عنده اصابات طويله، اذا اللاعبين دول موجودين من النهارده تحت امر الجهاز الفني يرى ما يراه فنيا وبدنيا خلال الفتره القادمه، مظبوط كده؟ بالظبط يا كابتن اسلام، تحليل صحيح ويعني تعبير صحيح جدا. من الحاله الطبيه ما عندناش اي اصابات. الامر المشاركه في المباراه من البدايه او من جزء دي امر خلاص بيخضع للرؤيه الفنيه لمستر كولر ومدى جاهزيه اللاعبين. يعني في هذا السياق مستر كولر بيدي جزء بدني شويه تخصصي شويه للاعبين من اجل سرعه تجهيزهم للمباراه السوبر الافريقي. اعتقد دي من النقاط الايجابيه جدا من يعني من اهم مكاسب هذا المعسكر. ايضا حاله الانسجام اللي بدا يظهر عليها امام عاشور مع اللاعبين ورضا سليم وكريم نيدفيد وصلاح محسن النهارده، يعني قفشه كان يعني تقدر تقول كده بلغه الكره كان مزاجه عالي شويه في يعني في التدريب، اهداف رائعه يعني تمريرات حاسمه من قفشه. طاهر محمد طاهر اللي من اول يوم وانا بتكلم على طاهر بالتحديد يا كابتن اسلام، يعني ان شاء الله يعني فورمه ما شاء الله ممتازه جدا من طاهر، من حسين الشحات، من عبد القادر. تألق ايضا النهارده انت عارف اثنين حراس موجودين معاك، يعني خلاص مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. النهارده مصطفى شوبير في اكثر من كره بيتألق بيتصدى طبعا، يعني بيخطف الاهات من بعض الجماهير كانت بتتابع تدريب النادي الاهلي، لكن الاجواء العامه الفريق الحاله اللي احنا لمسناها كابتن اسلام لا حاله ممتازه جدا، ايجابيات كتير جدا في هذا المعسكر. العناصر الشاب ايضا يعني معتز محمد واحد من اللعيبه اللي اعتقد هيبقى من ضمن الحلول اللي موجوده في دماغ مستر كولر، واحد من اللعيبه اللي اعتقد خلاص بيجهزها للمستقبل لخط دفاع النادي الاهلي. ايضا كريم الدبيس، زعلوك، يعني مش عايز استثنى احد اللاعبين، لكن الحاله العامه سواء اللعيبه اللي انضمت حديثا سواء اللعيبه القديمه او اللعيبه اللي متصاعده من قطاع الناشئين، ان شاء الله مردود ده كله هنشوفه خلال الفتره القادمه باذن الله. اذا غدا المباراه ان شاء الله في تمام الساعه 5 على ما اتذكر، ولا الساعه كام؟ يعني المباراه تبقى غدا الخامسه بتوقيت النمسا، السادسه بتوقيت القاهره زي ما وضحنا لحضرتك. وبرضو نقول تفاصيل اليوم او تفاصيل اليوم غدا بمشيئه الله، هيكون تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم فتره التدريبات الخفيفه اللي بتكون يوم المباراه في تمام الساعه 10:30، ودي بتكون مدتها لمده 20 دقيقه ل 25 دقيقه كابتن اسلام. ثم هيكون هناك وجبه الغداء في تمام الساعه 1:15، ثم محاضرة المستر كولر مع اللاعبين يوم مباراة، انت اكنك رايح تلعب مباراة رسمية. محاضرة هتكون في تمام الساعة 2:50، ثم التحرك في تمام الساعة 2:15، تحرك طبعا الى مدينه جراتس اللي بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 30 دقيقه، ثم موعد المباراه طبعا اللي هتكون في تمام الساعه 5. عقب العوده طبعا من المباراه هيتناول والعوده الى مقر الاقامه يتناول اللاعبون وجبه العشاء. ده تفاصيل يعني اليوم اللي هيكون بكره باذن الله يا كابتن اسلام. نتمنى ان شاء الله مباراه تكون بروفا قويه جدا للاعبين. اجواء يا كابتن اسلام خلاص يعني اللعيبه
ابتدى بقى خلاص العد التنازلي لمباراه اتحاد العاصمه، تركيز لهذه المباراه. مستر كولر بيركز في بعض الامور الخاصه بفريق اتحاد العاصمه، جلسات بتجمع بينه وبين ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي، امور كلها بتدخل في الاطار العام، التحضير خلاص لمباراه الاتحاد العاصمه. مستر كولر اكتر من لعيب بيجربه في اكتر من مركز، خلاص اللعيبه عندك نوعيه اللعيب الجوكر اللي يقدر يلعب عندك في اكثر من مركز، الجوانب التخصصيه اللي بيشتغل عليها مع بعض اللاعبين اعتقد هتخليك ما تحسش ان الاهلي فيه يعني الاهلي ينتقص لاعب او يكون فيه نواقص في النادي الاهلي. ان شاء الله يعني المجهود اللي بذل سواء من كل افراد المنظومه في هذا المعسكر ان شاء الله يظهر نتائجه ان شاء الله على مدار الموسم بدءا من مباراه السوبر باذن الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي وتغطيه رائعه كالعاده فاروق زميلنا فاروق صلاح من النمسا. الحقيقه طمنا على كابتن خطيب، طمنا على الفريق، كل الامور الحمد لله.